صباح الخير يا أصدقاء، عاملين ايه؟ زي ما قريت في العنوان كده، هنتعلم النهاردة طريقة تربح الروبل من خلال التعدين. انت نايم تمام؟ موقع النهاردة موقع قديم لتعدين عملة الروبل. الموقع قفل ورجع اشتغل تاني. تمام، الموقع بقاله فترة شغال وبيدفع. تمام، احصائيات الموقع في 23801 مسجلين، كل 24 ساعة 541 شخص. تمام، الموقع فيه 1 مليار روبل. تمام، نيجي على طريقة التسجيل في الموقع. لو لسه أول مرة تشوف القناة، متبخلش علينا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وأهم حاجة اللايك عشان نوصل لكل الناس. وهنعمل مسابقة بقيمة 100 روبل لعشر أشخاص. تمام، أهم حاجة لايك مع الفيديو، واي حاجه اكتب لي في الكومنتات. تمام، ولو لسه مش مشترك في القناه، اشترك في القناه وفعل زر الجرس واللايك عشان ده بيدعمنا ننزل لكم فيديوهات جديده. تيجي موقع اسمه جولدن فارم. تمام، بيجي لك بالواجهه ديت، بتضغط على انشاء حساب، بيديك قبل الاول 1010 هدية. بتتك على إنشاء حساب. كل الروابط والأدوات هسيبها لكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو. تمام، بيقول لك في الأول اكتب اسمك. تمام، تاني حاجة بريدك الإلكتروني. تمام، أهم حاجة بقى كلمة المرور. كلمة المرور بتحط 4 حروف مختلفين كابيتال و4 حروف مختلفين سمول، وبعد كده رقمين، بعد كده بتسجل عادي. بتأكد كلمة المرور وتجيب محفظة البير، ولو عايزين شرح على محفظة البير كومنتات. تمام، تتك على لست برنامج روبوت وبتسجل. تمام، تسجيل دخول. اهم حاجة اللايك عشان يوصل لكل الناس. تمام، اول حاجة بديك ايه فوق اهو. تمام، بتيجي على حاجة اسمها مكافأة اليومية، كل 24 ساعة بديك مكافأة. انا لسه واخدها. تمام، تاني حاجة بتيجي على ايه اشارات يوه. اول تير بدي بكبكيم كام 100 فضة. تمام، تاني تير ب2500، تالت تير ب15000، رابع تير ب70000. 70000 فضة دي يعني 70 روبل. تمام، اخر تير 150000 فضة. تمام، بيديك مثلا ايه لو جيت جددت في الموقع بقيمة 500 روبل. تمام، بيديك طائر هدية اللي هو يولو بيرد. تمام، يولو بيرد هدية. تمام، عندك. وبيديك لو جددت ب1000 روبل بيديك ايه الطائر البني. تمام، طريقة
الشحن في الموقع عن البائر، تمام، وآخر آخر 5 دفعات في الموقع، تمام، 6.5 روبل و10 روبل، تمام، و20 و25، تمام. التجديد 100 روبل و35 ومية وعشرة وخمستاشر، دي ناس بتجدد يعني الموقع شغال وبيدفع، تمام. وكده نكون انتهت حلقتنا، ولو عجبك الفيديو متبخلش علينا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.